هذا البرنامج برعاية مش بس لقينا صناعة ولا زراعة، لكن أيضا لقينا حاجة جميلة جدا موجودة في قرية الرهاوي. لقينا إيه؟ لقينا ثقافة، ولقينا رياضة، ولقينا فن. لقينا مجموعة شباب ما شاء الله عليهم، ومجموعة فتيات ما شاء الله عليهم. مكان هو فيه تصفية لدوري رياضي. احنا على فكرة احنا بنتكلم دلوقتي الجو جميل وفي مطر نزل علينا وكأننا في اوروبا، واحنا في يوم 8/5/2023. المنظر في منتهى الروعة زي ما انتم شايفين، مفيش كلام. احنا دلوقتي امامنا ساحة كبيرة، ساحة خضراء كبيرة، في خلفيتنا مجموعة من الإرشادات أو مجموعة من اليفط اللي هي تقول عليها إن هي دعاية لراعي معين، هي شركة ماجيك للتحف والأنتيكات. شركة ماجيك والتحف والأنتيكات هدفها الرئيسي وهدفها الأساسي دلوقتي هو إعادة صناعة التحف وإعادة صناعة وتدريب كل الأسر المصرية على صناعة التحف والأنتيكات من خلال ثقافة تدريبية توعوية داخل الشركة. أيضا الشركة النهاردة موجودة في حفل تكريم كثير من الشباب في دوري أقيم في الفترة الماضية. اليوم هو توزيع الجوائز لتصفية الدوري ده. أيضا النهاردة تكريم بعض الشخصيات المهمة جدا اللي هي توفاها الله، وعندنا منهم أولاد وبنات هياخدوا التكريم بتاعهم. أيضا تعظيم دور الرياضة في القرية، تعظيم دور النادي في القرية، وده شيء مهم جدا ان لابد ان النادي في القرية يكون له دور عظيم ويكون له دور واضح من خلال آليات عمل ومن خلال إعادة سلوكيات المجتمع وسلوكيات القرية حتى نعيد بها الشارع المصري. من قرية الرهاوي بالقاهرة نحييكم، وبعد قليل ننقل لحضراتكم أحداث كثيرة جدا جدا، منها توزيع الجوائز، ومنها تقييم لبعض الأمور، ومنها أيضا تواجد شركة ماجيك للتحف والأنتيكات على أرض الواقع. أشكركم، وبعد قليل نواصل بإذن الله. فاصل قليل ثم نعود. رجال الأعمال مش وظيفتهم بس انه يبقى عنده عربيه او عنده قصر او عنده شقه او عنده حساب في البنك. رجل الاعمال الحر الوطني اللي بيحب بلده فعلا، اهم حاجه عنده انه يبقى مشارك للحياه البيئيه والمجتمع المدني، ومشارك لنجاحات كثير جدا من المبدعين ومن الفنانين. لابد انه يكون عنده في المجتمع المدني شريط هو عارف هو هيشارك ازاي. هل هيشارك بالرعايه؟ هل هيشارك بانه يدعم المبتكر ويدعم المبدع؟ معانا النهارده شخصيه من الشخصيات العصاميه اللي بنت نفسها على حق، اللي قدر يعيد حاجه جميله كادت ان تختفي من مصر منذ عصر محمد علي باشا، هي اعاده صناعه التحفه والانتيكه في مصر. شركه ماجيك للتحف والانتيكات، الفرع الرئيسي بفيصل بالقاهره، صاحبها المهندس سعيد القبيدي. اهلا بيك سعيد بيه. ازيك يا دكتور، شرفتنا. والاول احنا لنا عظيم الشرف ان احنا نرعى مصلحه تخص بلدنا وشباب بلدنا. طالعين من هنا، دي البلد اللي احنا اتربينا فيها، ما نقدرش ان احنا نتخلى عن حاجه نقدر ان احنا نقدمها خصوصا لاولادنا الصغيرين. ولما نكرم ناس من البلد بصفه ان هم عملوا بصمه سواء احياء او اموات، دي حاجة بنفتخر بيها طول ما احنا عايشين، وده عمل انا بعتبره عمل شرفي لازم ان احنا نأديه على احسن ما يكون كمان. وبلدنا بتشرف بيكم، واحنا بنتشرف بأي حد احنا نقدر ان احنا نقدم له اي حاجة سواء كبير او صغير. ولما نسلط الضوء على
أطفال وشباب، ونرعى مصالح بلدنا أو قرانا أو كل واحد يرعى حتى لو بيته، أحسن من نسلط الضوء على حاجات ملهاش لازمة في المجتمع وحاجات تافهة متفيدش الشباب. وربنا يجعلنا مفيدين كده، وأهلا بيكم ببلدكم التانية. احنا النهاردة يا أولادتي أو السادة المشاهدين، احنا في قرية اسمها قرية الرهاوي. قرية الرهاوي هي قلعة صناعية موجودة في الجيزة، فيها صناعات كثيرة، فيها صناعات حديد وصلب، فيها إعادة تشكيل للمحروقات، وإعادة تشكيل للبلاستيك، وإعادة تشكيل للحديد والألمونيوم، وإعادة تشكيل للكهنة أو إعادة تدوير للكهنة مرة تانية، حتى أن هي تساعد في الصناعات الحرفية وأيضا في الزراعة وأيضا في التجارة. من قرية الرهاوي أنا عايز أسأل مهندس سعيد الكبيدي رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك تحف الانتكات، أكيد بصرف النظر عن أن الرهاوي هي بلدك وفيها عيلتك ما شاء الله، هل في أي مكان شركة ماجيك للتحف والانتكات هدفها الرعاية للمبدع وأنها تكون جواهرج جيد جدا تكتشف المبدع والموهوب؟ لا، احنا هدفنا أن احنا نقدم حاجة للمجتمع، أن احنا نؤسس عيال كويسة، أن احنا نطلع شباب كويسة، أن احنا نعمل حاجة كويسة للبلد تفيد أولادنا اللي طالعين، بس مش اكتر من كده. يعني عايزين نخدم بلدنا، نخدم قريتنا بناسها، والبلد دي عودتنا على التميز في جميع المجالات، ان كان في التجاره، في الاستثمار، في الزراعه، في التربيه، في التعليم، عودتنا على التميز والازدهار في جميع المجالات. فدي اقل حاجه نعرف نقدمها لعيالنا الصغيرين. حلو قوي. معنى ذلك ان لشركه ماجيك للتحف والانتكاد دور مهم، مجتمع دور مجتمع مهم جدا جدا، صرف النظر عن احتفالية ما او حضور، انك تكافئ حد او انك تدي هدية لحد او انك تدي درع لحد. يعني معنى ذلك ان شركة ماجيك اصلا الفكر الثقافي بتاعها والتنويري فكر مشارك لكل المجتمع المدني في كل المحافل. الموضوع بالنسبة لنا موضوع شرفي وموضوع فايدة عامة تفيد على الاطفال اللي طالعين. طب ايه الجديد اللي احنا نقدر ناخده النهارده في قناتنا، الخبر الكويس اللي يخص شركه ماجيك والتدريب والتصنيع والاستثمار والتسويق جوه شركه ماجيك، يكون الناس او مريدينك او رواد الشركه لاول مره يعرفوا القرار اللي انت خدته دلوقتي وانت رئيس مجلس اداره الشركه؟ من خلال الشركه اللي انا رئيس مجلس ادارتها، البلد دي لازم العالم كله يسمع عنها. البلد دي شاطره، أطلقوا عليها القرية الذكية، أطلقوا عليها الدولة الناصحة، أطلقوا عليها السعودية الصغيرة. البلد دي شاطرة برجالتها وبشبابها وبأعمالها، تميزت في جميع صناعات أرض مصر، عملت حاجات كتير جدا صعبة ما حدش يقدر يعملها. الإنسان المتعلم اللي معاه أعلى شهادات من أعلى الدول ما يقدرش يوصل لها. البلد دي فيها ناس حلوة كتير. أنا بحييك سعيد بيه، سعيد المصري، رجل أعمال، رجل أعمال وطني بحق بالدرجة الأولى. سعيد المصري أعاد زي ما قلنا من شوية صناعة التحفة والأنتيكة، أعاد للعروسة مكانتها، أعاد لفرحة الطفل وفرحة الأسرة، أيضا زيادة دخل الأسرة ولو بمعدل بسيط في البداية، أيضا مساعدته في أنه يطرح الخام التصنيعي ومواد التصنيع الليكويد السائلة من الشركة المتدرب مجانا، ده شيء عظيم جدا جدا، ده بيساعد كتير جدا جدا في بعض الأسر الفقيرة، أيضا في المشروعات متناهية الصغر. أنا بحييك سعيد المصري رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك للتحف والأنتيكات من القاهرة. حضرتك سعيد بيك. الله يبارك لك يا رب. قول لي بقى، يعني الاحتفاليه بتاعت النهارده دي الجميله واحنا في قريه الرهاوي في الملعب الجميل ورانا الجمهور العظيم ده، دورك ايه النهارده؟ الاول انتوا شرفتونا، نورتونا، كترتوا البلد بيكم، منورين الدنيا كلها، واحنا مشرفين انتوا معانا النهارده. الله يبارك. احنا عاوزين نعمل حاجه، يعني نكبر بلدنا، عاوزين الشباب يبقى اللي فيها يعمل اللي هو عايزه وبحرية وبعطاء، ونخليهم يعني يبقى كلهم
يعني مش احنا جيل ماشي، احنا عاوزين هم اللي طالعين، الشباب اللي طلع ده الشارع شباب حلو وشباب كويس، عاوزينه هو اللي يقود القريه بعد منه ان شاء الله. يعني حضرتك النهارده ليك دور فعال في انك تتبنى كل الاطفال اللي قدامنا والمواهب الرياضيه والمواهب الفنيه، ايضا تطلعك وانت في النادي وانت في ارض النادي، وانا عارف ان انتوا واخدين النادي ده علشان استغلال طاقات الاطفال وطاقات الشباب، اكيد في دماغك حاجه خلال الصيف يعني ازاي نستغل الشباب دي في الصيف السنه دي. طب عشان نستغل الكلام ده، الشباب دلوقتي لما يبقى في الملعب ولا يبقى في الشارع ولا يبقى في القهوه، احنا بنعمل كده على اساس الشباب تلاقي تلعب فيها حته نظيفه، تلاقي ناس ترعاها، تلاقي ناس تقف في ظهرها، ده اللي احنا عاوزينه من الشباب. احنا واقفين ورا الشباب، واصل الشباب هو شباب البلد، هو المستقبل اللي جاي ان شاء الله. ده صحيح، ده صحيح. انا بحييك يا ابو فهمي، وانا فرحان ان انا شفتك، وربنا يديك العمر والصحه ان شاء الله، ويجعل دايما قلبك كله شباب وكله عطاء. اشكرك جدا. أعزائي المشاهدين، استكمالا لمسيرة العطاء في قرية الرهاوي بالجيزة، يسعدني ويسعدكم أكيد إن احنا نستضيف شخصية من شخصيات المجتمع المدني وأيضا شخصيات الصناعة والتجارة، الأستاذ فرحات العبيدي. فرحات العبيدي، قول لي يا أستاذ فرحات، إزاي أنت دلوقتي رجل أعمال وفي نفس الوقت مشارك في احتفالية شبابية فيها أعمار سنية بتبتدي، يمكن أنا شايف من قدامي الأعمار السنية من سن 7 سنين لغاية يمكن 25 سنة، إزاي في الصيف وإحنا في الصيف كده نساعد على استغلال طاقات الشباب والمواهب دي، هتعمل إيه؟ في الأول يا فندم أحب أشكر شركة ماجيك والأستاذ سعيد الراعي الرسمي للحفلة كلها يا فندم، وبصراحة ربنا دي حاجة جهد كبير منه، وهو بصراحة ربنا واقف مع الشباب كلها، الشباب الطالع كله، وربنا يوفق الشباب كلها، ويبقى هو إن شاء الله يعني هو حاجة نادرة لينا وحاجة حلوة لينا، وربنا يكبره كمان وكمان، ده حاجة بصراحة ربنا حاجة حلوة، وإحنا بنحاول بقى قدر الإمكان إن إحنا ندعم أولادنا تمام عشان إن شاء الله يبقى في مستقبل حلو، عايزين مستقبلهم يبقى أحسن مستقبلنا على الأقل، يعني هم أحسن مننا. وشكرا يا فندم. مصطفى واحد من شباب قرية الرهاوي اللي بيشتغل في الحديد، مصطفى مستثمر صغير ومصنع صغير ورجل أعمال صغير، قول لي يا مصطفى إزاي اللي في سنك، أنت معاك إيه الأول؟ مؤهل مش متعلم. مش متعلم خالص، هايل، يعني رجل عصامي قدر يبني نفسه بنفسه، إيه اللي أنت اكتسبته من تجارة الحديد؟ لا الحمد لله استفدت حاجات كتيرة أوي. زي إيه؟ بقيت ماشي مع ناس كبيرة اكبر مني اكبر من سني وعلموني الشغل، والحمد لله يعني صاحب مخزن كبير برضه. ايه اللي انت بتفكر فيه عشان بكره وبعده تقدر زي تبقى زي الاستاذ سعيد المصري رئيس مجلس اداره شركه ماجيك، وتقدر ترعى مشروعات وتقدر ترعى شباب؟ والله بالنسبه للكلام اللي ويندون كله في السيوله، بس مش اكتر من كده، الشغل بيغلى علينا واحنا مش عارفين نتحرك، بس ادي الموال بحاله. بالنسبه لجهدنا، جهدنا قصير برضه، والاسعار في الطالع ومش قادرين احنا نتحرك، اللي كنا بنشتريه ب10 النهارده ب30، يعني برضك احنا حاليا واقفين بسبب كده، واقفين بسبب الاسعار. ان شاء الله قريب اكيد الحكومه وسياده الرئيس في بصدد انه ياخد قرارات حكيمه، اكيد هيحصل نزول الاسعار لحاجات كتيره جدا. نعرف نشتغل، لا على الاقل ابسط حاجه ان احنا نعرف نشتغل، لكن انا داخل لسه ده بادئ بقى يعني شغال في مشروع، المشروع اللي كان الاول كنا شغالين ب 100,000 النهارده عايز له 1,000,000 جنيه، واحد زي حالات هيجيب 1,000,000 جنيه منين؟ إيه؟ انا بشكرك جدا واتمنى ربنا ان شاء الله يسهل لك الامور، اتفضل. استوقفني شيء مهم جدا وفي قريه الرهاوي ايضا من خلال حضورنا الاحتفاليه مهمه جدا ترعاها شركه ماجيك للتحف والانتيكات المهندس سعيد المصري، ان قابلت 3 من الشباب، منهم واحد مسؤولية كاملة عن تلك الفعالية، يمكن هو اللي اخرجها وهو اللي حاول يرتب وهو اللي حاول يختار الشخصيات. علي انا سعيد بيك يا علي. وانا سعيد بحضرتك يا دكتور، وحضرتك نورت في بيتك وفي مكانك في قرية الرهاوي. انا خليك اتعرف عليك. فارس فارس. بتشتغل ايه؟ بشتغل في ورشة حدادة. تعلم يا فارس؟ معاك ايه مواهب؟ للتجارة. خدت البكالوريوس؟ لسه بدرس يعني. برافو عليك. وانت؟ علاء محمد. كلية حقوق جامعة حلوان. بكالوريوس كلية حقوق. لسانس حقوق، انت في لسانس حقوق
سان صحوق. اه طيب ايوه، ايه علاقتك في الجيش؟ ايه علاقتكم بقى وانت وانت وعلي؟ ايه علاقتكم، العلاقه بتاعتكم مع بعض انتوا الثلاثه بنشاط القريه، النشاط اللي احنا شايفينه دلوقتي، النشاط الرياضي اللي شركه ماجيك للتحف والانتيكات بترعاه النهارده هي الراعي الرسمي ليه؟ ايه العلاقه بينكم، الفكر بتاعك انت وعلي محمود وفارس، وانت ايه العلاقه بينكم في الفكر على المستوى الفكري؟ على المستوى الشخصي يعني احنا اصحاب قبل ما نكون منظمين في الدوره هنا، تمام؟ يعني احنا اول ما الكابتن علي قال لنا ان في دوره للشباب حاولنا على قدر الامكان ان نطلعها بالصوره الحلوه بحيث تكون حاجه مشرفه للقريه وحاجه يعني ترفع من اسم القريه وده. واحنا كشباب كلنا وقفنا في الحاجه ديك، ويعني على قد ما نقدر حاولنا نطلعها بالصوره ديك زي ما حضرتك شايف كده، وربنا يوفق ان شاء الله يعني، نستمر في ان احنا نعمل حاجه حلوه للبلد. يعني احنا اول حاجه ان احنا بندعم الشباب الصغير وبنخليهم مثلا بدل ما هم يلعبوا في مركز الشباب مثلا بنخليهم يلعبوا في ملعب خاص براحتهم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. برافو عليك. قول لي يا علي، انت هنا الملعب ده ملعب تجاري؟ اه. يعني انت بتأجر الملعب للولاد، بتأجره ازاي؟ فلوسه ازاي؟ لا احنا عشان بس الغلا والحاجات اللي احنا فيها ما ينفعش ان انا عشان يدعم نفسه. الشاب يعني انا عامل لو في شباب صغار عاوز يلعب بالنهار انا ممكن لو معاهم 20 جنيه ممكن العبهم بيها، حتى بالليل انا بلعب الساعه ونص ب 120 جنيه مبلغ رمزي. ايه اللي بيعود على الشباب البلد من انت دلوقتي بتاخد ايجار وبتستثمر، هل ده بيعود في انك انت بتعمل نجيله كويسه، بتعمل اضاءه كويسه، يعني ده بيعود في اي خدمات مره ثانيه؟ طبعا. يعني اللي بتاخده من هنا بتصرفه تاني؟ طبعا، بس انا ماشي بمبدا اكسب شويه وابسط عدد كبير من الناس، احسن ما اكسب كتير وابسط ثلاثه، لا انا ابسط 1000. طب ليه احنا مهتمين بالجرعه الرياضيه مش مهتمين بالجرعه الثقافيه؟ والله احنا النهارده حاولنا نعمل مزيج بين ده وده، وفي اللي جاي هيبقى اي حدث رياضي هيبقى جزء ثقافي، جزء اجتماعي، جزء تربوي، جزء رياضي، زي ما احنا النهارده مخليين الماتش مش على قد الماتش بس، في جزء اجتماعي بنكرم الناس، في جزء ثقافي بنستضيف شخصيات مثلا في مجالات عديده، الاستاذ فارس مثلا في مجال رغم ان هو لاعب كوره وكابتن كوره بس في مجال تاني، الاستاذ فرحات، الاستاذ سعيد، يعني حاولنا نعمل ميكس كده بين عده مجالات في يوم واحد. ازاي شركه ماجيك كانت راعيه رسمي، وازاي قدر سعيد المصري رئيس مجلس اداره يقتنع بالفكره بتاعتك ويوافقك انه يبقى الراعي الرسمي لاحتفاليه كبيره زي دي؟ حب يدعم الشباب، يوم رياضي في شباب كتير عاوزه تتبسط، امكانياتهم محدوده، في نفس الوقت قال لا طب ما دول ابدالي، وفي نفس الوقت هو في صله قرابه بيني وبينه، ولما يكون في حد قريبك عنده فكره كويسه تبناه، ما تديهوش الدعم المعنوي بس، لا اديله الدعم المادي كمان، في يوم من الايام الكلمه دي هتفرق معاك لانك انت وقفت معاه، فدي حاجه كويسه. انا بشكره من خلال حضرتك، والناس قدمت كل الدعم بصراحه، وناس تانية كمان انا بحب اشكرها، يعني في سوبر ماركت، في محل مشويات، في محل عطور، في محل ملابس، كل الناس دي قدمت لنا الدعم بصراحه. الناس دي جايه متطوعه من بقالهم اسبوع ما بيناموش ليل ونهار هنا في النادي شغالين عشان نقدر نخرج اليوم بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. انا بشكرك يا علي، بشكرك يا فارس، بشكرك يا محمود. الرياضه في البلد تاريخها قديم قوي وفي نفس الوقت حديث، تاريخ شبابي، انما يمكن بقاله تقريبا 20 سنه. عماد شوقي لاعب كان بيمثل البلد سواء كان في الارض اللي احنا عليها دي دلوقتي او ارض غيرها، انما هو لاعب كره قدم من الدرجه الاولى، يمكن حظه انه ما دفعوش يبقى عندنا في القاهره في النوادي الكبيره، لكن له تاريخ. عماد شوقي ازيك؟ الله يسلمك. ايه علاقتك بالرياضه؟ والله انا بحب الكره من صغري، وكان نفسي اروح النادي ولا بتاع، بس الظروف مش مساعده. طبعا معروفه الوسائط والكلام ده كله، ما الحمد لله يعني. بس الموهبه ما فيهاش واسطه. لا ما في موهبه وكل حاجه، بس ما فيش حد بيبص علينا يعني، ما فيش. عندك كام سنه دلوقتي؟ انا خلاص عندي 30، 31 خلاص كده. انما ممكن تكون خبير رياضي، يعني ممكن مكان زي ده انت تهتم بالاطفال وتعلمهم الرياضه كره القدم، تبدا تبنيهم من جديد. يعني ان شاء الله، يعني احنا على اخرنا والله، بنحب عايزين نطلع مواهب وبتاع، بس ما فيش يعني
ما حدش مهتم من الناس الكبيرة هنا وبتاع. زي مين الناس الكبيرة؟ ما انت عندك شركة ماجيك بترعى يعني واحد زي سعيد المصري رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك فكر في بلده في القهوة. يعني الأستاذ سعيد يعني يا دوب اهتم بينا كده ويعني ربنا يعني يساعده كده ويعني يطلع مواهب يعني ويكتشف ناس. يعني الأستاذ سعيد احنا كنا مستنين واحد زي الأستاذ سعيد بصراحة. والأستاذ سعيد يعني ناظر للناس هنا يعني ايه وياريته يطلع مواهب يعني ويكتشف ناس. يعني ان شاء الله بإذن الله يعني انت وهو تحاولوا إعادة بناء الطفل المصري وإعادة بناء الطفل القرية ومن ثم أكيد هيوصل الطفل اللي انت مدرسي يوصل له الطفل ده يوصل عندنا في القاهرة. والله احنا بصراحة كنا مستنين واحد زي الأستاذ سعيد يعني يساعد الناس هنا يعني والحمد لله يعني. لا ما هو ساعد الراجل انت عاوز يعمل ايه اكتر من كده؟ هذا يعني احنا عايزين منه اكتر من كده بصراحة يعني. هو كويس جدا كده ده هو من رجال الأعمال الوطنيين اللي هو قدر يعمل اللي محدش قدر يعمله. الطبيب الاستشاري الكبير الدكتور الصديق والأخ والأستاذ أمير الشبل. الدكتور أمير الشبل هو الروائي والقاص الكبير استطاع أن يشهد على ملحمة ثقافية هي بالأساس ضمن ما يفكر به دائما ليل نهار كيف يطور الإنسان المصري. هذا الرجل العظيم مهمته الأولى أو من مهامه الأولى هو تطوير وعقل وشخصية الإنسان المصري. الدكتور أمير الشبل أهلا وسهلا دكتور أحمد. أهلا شرفت حضرتك. أنا سعيد أن أنا كمان بتكلم مع إذاعي كبير أيضا يعني فوق ده كله فهو زميل إذاعي كبير وأستاذ كبير جدا في لغة الحروف وتحريك المعاني. دكتور أمير النهاردة قول لي انطباعك وانت في قرية الرهاوي بدعوة خاصة من سعيد المصري رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك ازاي شفت البلد؟ والله انا اول مرة اجي البلد دي واول مرة اتشرف باهلها لكن الانطباع اللي عندي انطباع ايجابي جدا جدا جدا. يعني عرفت ان البلد مساحتها حوالي 900 فدان عرفت ان فيها 30 الف مواطن موجودين اللي انا شايفه ان التكاتف العائلي اللي موجود في البلد دي لو طبق بالمعنى الصحيح ممكن يبني دولة مش يبني قرية. فيهم أشياء تكاملية كثيرة كلهم بيتعاونوا في مهنة واحدة أو حرفة واحدة أو صناعة واحدة يستطيعون أن يبنوا بها بلد كاملة مش قرية فقط. لا في حاجات كثيرة إيجابية والأستاذ سعيد أعطاني انطباع ما أعطانيش انطباع قبل ما أجي قال لي تعالى وشوف. أنا لما شفت بصراحة انبهرت وشيء يسعدني حتى المكان اللي موجود ده وانا عرفت من الاستاذ احمد اللي هو القائم على العمل هنا ان المكان ده مجهز لبناء الجسد الرياضي وتثقيف المواطنين وفي نفس الوقت شاف المواهب. يعني في حراك موجود في اكتفاء ذاتي موجود يستطيع منهم ان ينطلقوا الى القرى الاخرى ويساعدوا ويبنوا. ده شيء رائع جدا بسجل اعجابي بهذه القريه والناس اللي فيها. طب يا دكتور امير لو حروف الدكتور امير تحركت وبدأت تسجل وتوثق وترصد كعادتك ماذا تكتب عن قرية الرهاوي؟ أكتب الأول أن في واجب وطني لازم يبد أن يتم. لازم الناس اللي موجودة يكون انتمائها يثبتوه بجمع ما الإمكانيات اللي موجودة وكيفية توظيفها في شكل جماعي وده لازم يكون وراء ناس معدلين. يعني الأول ما نملك من قدرات بشرية وإمكانية ومالية واجتماعية وكل ما نملك من إمكانيات ثم نضع خطة كيف نوظفها. وأظن أن في ناس كثيرة تستطيع أن تقف وراء هذا المجهود يعني وأنا شايف أن ده موجود بالفعل. أنا أعلم تمام العلم دكتور أمير الشبل خير من يضع الخطط وخير من يقوم بالإشراف على تنفيذها. أرجو من أستاذ سعيد المصري رئيس مجلس إدارة شركة ماجيك للتوحف والانتكات ألا ينسى الأخوين دكتور محمد الشافعي الكاتب الصحفي الكبير والراصد للحركة العسكرية والتاريخ العسكري في مصر والكاتب الكبير أيضا الكاتب الكبير الطبيب العظيم أمير الشبل. لو إن إحنا عملنا ثنائية أو ثلاثية وجينا هنا في البلد دي أكيد هنغير مفاهيم كتيرة جدا حتى نستطيع استغلال طاقات الشباب وخاصة في الصيف هذا العام. أشكرك يا معلم. شكرا دكتور أحمد وتحية لأهل البلد جميعا. شكرا. هذا البرنامج برعاية
هنا. اقول لك انت هنا في الشهد يا عم، هو بقول لك ماتش الناس بسم الله الرحمن الرحيم. النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعديها نقف فيها احداد على ارواح شهدائنا اللي توفوا وعلى ارواح اموات المسلمين جميعا. الناس كلها تقف فيها واحدة بس عشان النشيد الوطني، وبعديها دي احداد ان شاء الله. الناس كلها تقف. نشيد الوطني جمهورية مصر العربية. الناس
كابتن انا هنا حبيبك على بس اللي عندك ده اديني خط كده انا زي الرجاله بس عشان الشاشه بس بتصور يا كابتن هو ان خلاص هيبداوا ياخدوا التعليمات وهيبداوا هات يا بلال هات سعيد نوب المعلق دخل يقف هناك كله بيجي يقف جنبه يقف هناك طب ممكن هناك شويه بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي دورة الراوي بسم الله الرحمن الرحيم بنرحب بكل الناس الحضور يوم رياضي يوم مميز ان شاء الله بداية سخنة فريق محمود خيري تصل الكرة محمود خيري عمر يا شباب بعد اذنكم ممكن فوق طب او ترجعوا ورا محمد ابراهيم بن يمين فين كره من الهلال لفريق الرعاوي كره عند محمود الشبيلي ضربه تماس هيلعب عمر للشبيلي روح طارق طارق راح رمي التماس للمنار هذه كرة متناولة في الدفاع فريق بيبني كرة من تحت واحد اثنين لمسات يا سلام على المهارة بيعدي بطريقة رائعة كرة عند الحارس حارس للدفاع هذه المهارة المهارة متناولة في الدفاع بيبني من تحت هذه رمي التماس ضغط جامد من فريق الرعاوي رمي التماس طويلة بالدفاع من جوه ادي كورة طويلة طيب ما كنت سلم بسم الله الرحمن الرحيم نكمل معاكم دلوقتي تعليق اخوكم محمد صفوت وزير كرة حدث اليوم ومعلق كرة قناة بي سبورت طبعا يا جماعة المباراة بدأ سخنة جدا ويعني بإذن الله كل من يشاهد المباراة يستمتع بالمباراة جدا كده مع الفريق الاصفر واضح الضغط على حاله الكوره من فريق ام دينار كبيره قوي في لحظاتها الاولى وفي حماس كبير قوي في العشر دقائق الاولانيين محمود مفيش اي مكان لجس النبض ولا وقت لجس النبض الفرقتين بينزلوا على طول ولا
الاصوات في كلا الفريقين. اخونا علي نايم بدور كبير في تنظيم المباراه، لكن للاسف يعني الناس بتحاول الى حد ما على الفريق للاسف يصير قويه، لكن بس اذا افتقد التركيز هميشو علي بصراحه بيجري اكثر من اللعيبه، بس يعني بيعمل مجهود كبير بصراحه. الفريق الاصفر بدا مع الكره، الفريق الاصفر بقياده الكابتن طارق السيد. ولما نتكلم على طارق السيد يا جماعه نتكلم على قائد نادي الزمالك، اللاعب اللي كان يعني ملقب بالعصفوره نظرا لانه كان لاعب كبير جدا، ويعني نفتكر جدا الهدف بتاعه في مرمى الكاميرون ومرمى لاتسيو. دلوقتي يعني الكوره في وسط الملعب تقريبا، الفريقين بيلعبوا بحماس عالي. باذن الله كل الناس، وفي اصابه دلوقتي للاعب اتمنى ينزل الجهاز الطبي. الحمار الجماهير مكثفه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، الجماهير داخل الملعب وخارج الملعب وفي البنك وفي البلكونات. اسماعيل راجل مش عارف ليه بس واقف، وبصراحه مباراه جميله جدا يا جماعه. الحمد لله اللاعب قام بسلام، الحمد لله، نتمنى السلامه لكل اللاعبين. اختفي بيه وتسديد قدام الكاميرا، اختفي بيه من قدام الكاميرا. التوفيق باذن الله، يعني كل الجماهير تنتظر هدف الافتتاح زي ما بنقول دايما. يعني قال الكابتن محمد لطيف الكره جوان، لكن للاسف لغايه دلوقتي ولا في جوان، يعني والى حد ما الفريقين بيتقاسموا المباراه، الى حد ما الفريق ام دماغ الى حد ما مسيطر وفرصه خطيره، لكن للاسف زي ما بنقول يا جماعه الحماس طاغي على الفريقين وبيلعبوا بكل قوه. ما تهزش الترابيزه، الكره مع حارس المرمى دلوقتي، وكره طويله لا معنى لها، لكن بنحاول دلوقتي واللعب اهو. عايزين نشوف جهود طارق السيد كابتن فريق رهاوي، كل الناس هنا بتحبه وبتتكلم عنه كتير، واضح انه يعني لاعب يحظى بحب الجماهير. يعني زي ما انتم شايفين كده الفريقين بيحاولوا، يعني في تفوق نسبي لفريق ام دماغ، وحارس المرمى يطلع يطلع لفرصه مهمه، لكن الكوره خارج المرمى، وفي واحد جنبي واقف جنبي مش عارف واقف جنبي ليه، بس هو دمه خفيف. بصراحه يا جماعه بنحيي البلد المعطاء ديت، يعني اكرمونا، كان يوم جميل ويوم ظريف. انا بصراحه محبوب باللاعب اللي شعره طويل جدا من والله لعيب بلال، لاعب متميز ان شاء الله يكون يعني نصيب كبير في الكره المصريه. يعني الفريقين بيحاولوا لغايه دلوقتي ما فيش فريق قدر يوصل من هز الشباك. يا عم سعيد ماشي يا انفراد المرمى هل يفعلها، لكن للاسف كان زميلي في كرة القدم. ما زال فريق دينار هو اللي مسيطر، ودايما بتلاقي فريق دينار يفعل. وحارس المرمى بصراحه بتاع فريق الرهاوي مقدم اداء كبير، وبيحدود عن محمد كل بساله. الله، تسديده جميله من اللاعب اللي عجبني جدا في الملعب.
لحد الان فريق مدينه الاخضر هو له محاولات اكثر على المرمى، الفريق الرهاري بقياده طارق السيد اللاعب المحبوب يعني بيحاول الى حد ما. طبعا حب الناس يا جماعه حاجه جميله، فطارق السيد يحظى بحب الناس كلها هنا وكل الناس بتحبوه، لاعب موهوب. فريق مودينار بيحاول، واللاعب بلال يعني مأكل اداء طيب لغايه دلوقتي وبيحاول مره ثانيه، لكن فريق الرهان بيأكل المباراه دفاعيه جيده لغايه دلوقتي، بيحاول يعني استحياء كل زي ما بيقولوا كره القدم. ما زال فريق مودينار هو المسيطر، وضربه الاثنين فريق مودينار يفعل، وحارس الرهان بتاع فريق الرهان يقدم اداء كبير وبيعزوب عن مرمى بكل بساله. يعني انا حاسس فريق الرهاوي بيلعب بمرعونه زياده شويه، متسابقين، لكن هم فريق جيد، فريق ام دينار يعني الى حد ما افضل. نتمنى ان احنا نشوف مباراه افضل واجمل من كل الجماهير الحلوه دي كلها تستمتع، وفي حضور نشوف كده حضور جماهيري مكثف، الناس جايين قبل المباراه بثلاث ساعات، والبال بيحاول براسه لكن بعيد عن المرمى. يعني فريق رهان محتاج ان هم يلاقوا نفسهم شويه، يلاقوا يعرفوا يوصلوا لمرمى الخصم، المفروض دلوقتي البند يبقى عندهم مشكله بالقطع الكوره كالعاده. في ضغط كبير من فريق مودينار، وبصراحة هم متفوقين. للأسف القائم يعني نتعاطف مع فريق مودينار، كان نفسنا بهدف افتتاحي كده جميل يحل المباراة كلها، بس في أهداف كتيرة في الأول بغض النظر عن الهدف يجي فريق مين، احنا محايدين، نتمنى بس تكون مباراة أجمل وأجمل فيها كتير أهداف. واضح ان الفريق الرهاني بيحاول دايما يستخدم سلاح التسديد اللي نفع معاه في اللعبه وجاب في القائم، او يعني بيحاول قدر الامكان، لكن هم عندهم مشكله في بناء الهجمه، هل يحلوا المشكله دي؟ كره طويله بتاع فريق مودينار. طبعا الفريق الرهاني لانه بيلعب على ارضه، فكل الناس عنده دعم كبير من الجمهور، بيلعب بكل قوة الجمهور، لكن يعني فريق مودينار برضه إلى حد ما كبير متميز. بإذن الله يعني زي ما بيقولوا كده الأهداف هي متعة كرة القدم، وننتظر هدف يجعل المباراة أفضل وأفضل. مين اللي هيجيب هدف الافتتاح؟ هي ديت اللي كلنا مستنيينه. الله عليك بجد، حارس المرمى بتاع قهاوي يعني بيتقدم الكره بكل ثبات، بصراحه الحارس عجبني جدا، المباراه متميزه لغايه دلوقتي، واعتقد انه افضل لاعب في المباراه دلوقتي. ضربه ركنيه مع فريق ام مودينار، ويعني الى حد ما فريق الرهاني بدا يتماسك، انفراد لفريق الرهاني، وحارس المرمى يرجع يطلع في هجمه ممتازه جدا، عنده جهد كبير في فتح الكوره بطريقه مثاليه. يعني فريق الرهاني بدا يتماسك، الى حد ما بدا يبني هجمات، هو افضل من اسم المباراه. الله، تاني تسديده تيجي بعد التسديده الاولى اللي جابها فريق الرهاوي في
اللي بيحل المباراة يا جماعة، دايما كلنا بنبحث عن متعة الهدف، الهدف هو متعة كرة القدم، لكن لما تيجي الكرة في القائمة والعرضة فده بيدل على ان الفريقين قريبين جدا من التسجيل. بإذن الله الهدف يأتي قريبا لكي يستمتع كل الموجود في الملعب، نرجع ونشكر الجمهور تاني. حضر قبل المباراة ثلاث ساعات ومالي الملعب وعامل شغل كبير جدا. تأثير جديد من بلادنا يكفي بالأسف في هذا المكان. لازم نحكي الحكم طبعا قائمين عند المباراة الحالية دي، وشكر خاص لشركة ملك رسمي للمباراة والبطولة والأستاذ عمرو الكبيري بطريقة عملية. بنشكر المدينة كلها الناس كلهم قاموا بجهد كبير وبنهدي المرة الثانية بصراحة لعيب متميز وبيحاول لعبة حلوة جدا، لكن حظه كان سيء فيها والتوفيق كان عالي لكنه عمل كل اللي عليه. بس لازم نروح يا جماعة نقدم مباراة كبيرة وهو نجم المباراة لغاية دلوقتي. فاول لصالح فريق الهاوي اللي بيقدم يعني بيحاول من بعد ما يجري كمان بدأ يبقى له بصمة في المباراة وبدأ المباراة كمان زي ما بيقولوا كده 50-50 بعد ما كان فريق الدمار هو الأفضل. بدأ المباراة تقريبا الخطورة موجودة بين الفريقين. فين التليفون يا علاء؟ يعني عجبني يا جماعه الحماس الكبير في لعيبه الفريقين ومحاسب ان انا عرفت ان هم اعمارهم 17 سنه لكن حاسبين كانوا في الاول فريق Hey!
طلب من الجمهور ويهدوا رجاله في المقصورة. الجمهور هو الحارس بتاع المباراة. غلطات من الجمهور، شغب من الجمهور. مرمى تتلعب عند بلال لفريق المضمار، ابن من تحت لا لا غلطة تقول لا سلامة كريم. تسلم كريم، كرة عند بلال، فريق المضمار متناول الكرة، هي علامة ولا يعمل ايه؟ كرة طولت من رجله، غلطة من الدفاع لا او غلطة تقول لا الدفاع من عمر خيري، ضغط جامد من اللاعب، تقلب من الحارس، ما هزم من الطرد دي حاجة، حتى من الحكم. الحارس رايد، جهاز الطفل ينزل. الدفاع
كرة الفريق الرهاني، كرة الفريق الرهاني. بيعمل ايه وليد؟ بيطول الكرة في رجله، بيغلط وبياخد رمية تماس لفريق المضمار. فريق المضمار هيعمل ايه؟ طبعا لازم يبقى عنده حلول عشان النتيجة واحد لا شيء، وعايز الكاس بيروح منه. في إصابة للاعب، الجهاز الطبي ينزل بسرعة، اللاعب بيتألم جامد. ادي كورة اتلعبت والدفاع ورا، بيعمل ايه برجلة الراجل؟ ادي رمية تماس، ادي الكورة اتلعبت بتناول اللاعب المهاري الخطير على رمية تماس، لاعب كمان الماتش اللاعب في الملعب، لاعب راجل، ادي كورة عند الدفاع ورا. ادي كرة بتتلعب بسرعة جدا للفريق مستعجل، عايز يشد فريق الرهاني، فريق الرهاني متألق خالص في الدفاع. يا سلام يا طارق،